برنامجي الانتخابي يتعدد من عدة محاور، طبعا هي محاور رئيسية: المحور الاجتماعي والمحور الاقتصادي والمحور السياسي. ونحن نعرف بأن أي دولة لكي يكون المحور الاجتماعي فيها والمستوى المعيشي فيها بما يطمح إليه شعبه، فيجب أن يكون هناك ترابط بين المحور الاقتصادي والمحور السياسي. برنامجي الانتخابي سيرتكز على خدمة الوطن والمواطن ودعم الشباب ودعم المرأة ودعم قضايا التي تمس المواطن بشكل عام، وكذلك منها دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع. احنا في البحرين مقبلين على فترة صعبة، فالبحرين تستاهل من يوقف معاها، وهذه واجب وطني ان نأديه لبلدنا الغالي البحرين. برنامج الانتخابي يرتكز على ثلاث محاور أساسية: المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المعيشي. في المحور الاقتصادي راح أتكلم فيه عن أمور عديدة، من أهمها التركيز على المواطن البحريني والتركيز على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة من خلال ما يقدم لهم من مساعدات وغيرها حتى يعيش في وضع جيد. بالنسبة للمستوى المعيشي تطرقت فيه إلى أكثر من نقطة، وهو الاهتمام بفئة المتقاعدين والاهتمام بمتوسطي الدخل، وأيضا فيما يتعلق بطلبات الإسكان وزيادة أو سرعة إنجاز الطلبات الإسكانية لجميع محافظات البحرين بشكل عام، من خلال أيضا تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية واستخدام الأدوات الدستورية المتاحة لمجلس النواب، لأن الرقابة تساعد كثيرا في العمل الحكومي وتطوير أداء العمل الحكومي. المحور السياسي أيضا راح تطرق فيه وبشكل سريع لجزئية مهمة، وهي تقديم آليات ومقترحات لتطوير عمل الحكومة والاستفادة أيضا من تقارير ديوان الرقابة المالية اللي تصدر بشكل سنوي. شعاري الانتخابي هو لأجل البحرين.